أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئنات، القوات الحكومية تعتقل 16 شخصا في العاصمة بغداد. المدى، سيناريو 2010 يعيد نفسه، توقعات بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة لعدة أشهر. يقين نيت، مزارعون مثنى يعزفون عن تسويق القمح للحكومة احتجاجا على استيراده بأسعار أعلى. القدس العربي، وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تحقق في نفاد الأدوية من مستشفيات السليمانية. عربي 21، قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب العمود في القدس. وول ستريت، بايدن وقع على مبادرة لنزع السرية عن معلومات استخبارية. نيويورك تايمز، حملة للحزب الشيوعي الصيني دفاعا عن بوتين ولتحميل أمريكا مسؤولية الحرب في أوكرانيا. يقول الكاتب علي حسين في مقال نشرته صحيفة المدى: الناس يريدون الأمانة والاستقرار والعدل الاجتماعي، والساسة يريدون منا أن نؤمن بأن الوطنية تعني إعلاء شأن الطائفية والقبيلة على الوطن، وترسيخ مفهوم العشيرة مقابل مفهوم الدولة، ووضع أهل الثقة بدلا من أهل المعرفة والكفاءة. بالأمس عدنا إلى النقاش البيزنطيني، هل نحن نحتاج إلى جيش وطني أم جيوش طوائف؟ ربما نحن البلد الوحيد الذي يفرح فيه المواطن وهو يشاهد قناة تلفزيونية تسخر من قواته المسلحة، فيما أصرت بعض الفضائيات على أن تجعل من الجيش الرقم الثاني في المعركة. في هذا المكان وجهت أقصى العبارات إلى الأجهزة الأمنية، وكتبت أطالب بالحفاظ على قيمة الجيش والقوات الأمنية، فهذا لأننا نريد جيشا وطنيا يكون للعراق والعراقيين جميعا بعيدا عن الانتماءات الحزبية، لا جيشا يدافع عن فشل الغراوي ويهتف باسم كمبر ويأخذ التحية لقادة فاشلين من الذين ظلوا يهزجون بشعارات دعم القوات الأمنية طالما هي تتركهم يفعلون في البلاد ما يشاءون. كنا ننتقد الجيش لأننا ندرك جيداً خطورة أن يتورط في لعبة السياسة. نريد جيشاً وطنياً ونزيهاً في نفس الوقت. لا يمكن بناء جيوش قوية والفساد يحيطها من كل جانب. ولهذا أجد أن انتفاضة وزارة الدفاع ضد برنامج تلفزيوني تبدو نوعاً من الكوميديا السوداء. فمن منا لا يعرف أن الفضائيين والدمج متغلغلون في نسيج الجيش العراقي، وأن أحزاباً وتنظيمات أصرت على أن تجعل من الجيش ورقة في الدفاع عن مصالحها الخاصة. يختم الكاتب بالقول: في هذه البلاد نعيش كل يوم على خبر نواب وسياسيين فضائيين، فلماذا تنزعج وزارة الدفاع عندما يخبرها أحد أن تراجع سجلات الفضائيين وأن ترفع شعار من أين لكم هذا في وجه قادة الجيش؟ عن حكاية الدولارات الستة وإفلاس الدولة العراقية كتب سمير داود حنوش مقالاً جاء فيه: لا مفر من الاعتراف والصراخ بأعلى صوت أن الدولة الفاشلة وأنظمتها السياسية المتهالكة، ومهما بلغت درجة فشلها وإفشالها وأعماق توغلها في مفاصلها، فهي عصية على أي إصلاح أو تغيير، ولن تكون قادرة على إنقاذ نفسها من براثن الفساد والإفساد، فكيف تنقذ شعوبها؟ لم يستحي عضو البرلمان في اللجنة المالية مشعان الجبوري عندما صرح في الفضائيات ووسائل الإعلام أن حصة المواطن العراقي ستبلغ شهرياً 6.25 دولارات، أي ما يعادل 9,000 دينار عراقي، مقابل ما يحصل عليه من مفردات البطاقة التموينية في بلد يعتبر من أغنى بلدان المنطقة.
والمصيبة أن هذا المسؤول البرلماني الذي كان يصرخ يوماً نعم كلنا فاسدون، أعطوني رشوة لكي أغلق ملفات الفساد. ولنتصور كم هو حجم الكارثة عندما يتحكم بشعب مثل هؤلاء. وفي مفارقة مضحية مبكية أن وزارة النفط العراقية أعلنت أن إيرادات شهر آذار الماضي فقط بلغت 11 مليار دولار، وهو الإيراد الأكبر منذ عام 1972، وأكثر من موازنة المملكة الأردنية الهاشمية في السنة. فأين وصل الحال بهذا الشعب ليعلن مسؤول فيه أن حصة المواطن من نفطه هذه الفتافيت التي لا تكفي لشراء مناديل ورقية لابنه أو حفيده؟ حكومة تصريف الأعمال أو الأموال ربما يكون أبلغ وصف توصف به هو أنها حكومة غائبة عن الوعي بغياب متعمد ومقصود عندما تصف موازنتها الانفجارية ووفرة مالية أحدثها قرار زيادة أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في سابقة خطيرة لم تشهدها أي دولة تحترم عملتها الوطنية. تكرار السيناريو اللبناني في إفلاس الدولة ومصرفها المركزي ليس ببعيد عن العراق، ذلك البلد الذي يتشابه كثيراً في أنظمته السياسية والاقتصادية وتوأمة الفساد والإفساد بين البلدين في محاولات الاقتراض العراقي من بنوك داخلية وخارجية وعدم وجود سياسات واضحة ونزيهة في إدارة الأموال وحجم السرقات ونهب المال العام وغياب استراتيجية الحلول لبلد يعاني من خراب الأوضاع المعيشية للمواطن والبطالة والفساد وتدهور المنظومة الكهربائية. ربما ستقود هذا البلد ليس فقط في إعلان إفلاسه وإنما في حرب يقودها الفقراء والجياع تأكل الأخضر واليابس، وهو الخوف من قادمات الأيام وما تخبئه للعراقيين. عن التخوين والعملة للأجنبي في العراق والعمالة الأجنبي في العراق كتب أمير المفرجي مقالاً في صحيفة القدس، حيث تتوالى إدانات العربي أطراف الصراع في العراق وتتعدد اتهامات الأطراف المختلفة على نتائج الانتخابات الأخيرة، فيما بينها عن علاقة الطرف الآخر بالتدخل الأجنبي إثر فشل البرلمان العراقي المضي بجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد من خلال المراوغة ووضع العراقي للوصول إلى إعاقة اكتمال النصاب القانوني. آخر هذه الاتهامات جاءت على لسان المسؤول السياسي والعسكري لتحالف الفتح هادي العامري عقب لقائه مع السفير البريطاني في بغداد مارك باريسون ريتشاردسون، عندما اتهم بريطانيا بالتدخل في الأزمة السياسية العراقية الحالية بعد أن ادعى حصوله على معلومات من جهات مخابراتية أجنبية تؤكد تدخل لندن المستمر في الوضع السياسي لصالح الطرف الآخر، موجهاً في الوقت نفسه أصابع الاتهام للسيد مقتدى الصدر وحلفائه من العرب السنة والكرد، بعد أن جدد التيار الصدري موقفه الرافض من مشاركة الخاسرين وتمسكه بدعم خيار الأغلبية الحاكمة المتمثلة في تحالف إنقاذ وطن، وأنه في النهاية لن يكون جزءاً من أي حكومة توافقية وكما كان في السابق. في المقابل يبدو واضحاً أن تصريحات السيد هادي العامري للسفير البريطاني في بغداد فيما يتعلق بحصوله على معلومات من جهات مخابراتية أجنبية أكدت في الوقت نفسه علاقته هو الآخر بهذه الجهات الأجنبية التي هي على الأكثر المخابرات الإيرانية التي تدير وتدعم بصورة علنية مبادرة الإطار التنسيقي الذي لا يزال مصراً على البقاء في المربع الطائفي واختيار حكومة شراكة توافقية. يضيف الكاتب: الآن وبعد الإصرار على معادلة كسر الإيرادات التي من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد السياسي واحتمال صعوبة إعادة رسمه من جديد، أصبح من السهولة للخاسرين التلاعب في باروميتر التخوين والعمالة للأجنبي
حيث تعلو الاتهامات وتنخفض مع حالة الربح أو الخسارة، طالما يبقى الهدف الدائم تخوين كل من حالفته الأمور وكل من استطاع الفوز على الطرف الآخر. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التركيز الأمريكي على كشف المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأوكرانيا يمثل جبهة جديدة في حرب المعلومات الأمريكية مع روسيا، فمن أجل مواجهة الكرملين صادق جو بايدن على مبادرة لنزع السرية عن المعلومات ومشاركتها مع الرأي العام والحلفاء. كان نشر الخرائط الذي خلط بين عملية جمع المعلومات السرية والصور التجارية الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بمثابة بداية جهود غير مسبوقة من الإدارة الأمريكية لاستخدام المعلومات السرية لتشكيل معركة أوروبا الأكثر دموية منذ عقود. وقالت إن النهج الجديد قام على التشارك في المعلومات الأمنية التي اقتصرت في العادة على صناع السياسة، وتضمنت تحديثاً مستمراً للوجود العسكري الروسي على الحدود وتقديم تفاصيل عن محاولة الروسية للقيام بعملية تبرر فيها الغزو، وحتى ما سرب للصحافة في الأسبوع الماضي عن وجود نزاع بين بوتين وجنرالاته. ووصف مسؤولون استعداد المسؤولين في الاستخبارات لمشاركة المعلومات السرية بأنه تحول عظيم، إلا أن الوضع كان مختلفاً في شباط فبراير الماضي عندما زعمت الإدارة الأمريكية أن موسكو ستقوم بهجوم مزيف على قواتها وتحميل المسؤولية لأوكرانيا، وتم نشر المعلومات بصور فيديو تظهر الجثث، وتم تلقي المزاعم بالشك والمطالبة بمزيد من الأدلة، وقورنت بمزاعم إدارة جورج دبليو بوش وتلاعبها بالمعلومات التي بررت فيها غزو العراق عام 2003. وعلق مسؤول ثان بالقول: لماذا علينا الثقة بكم بعد العراق الذي كان فشلا أمنيا؟ مضيفا: أفضل ترياق لذلك الشك هو أننا كنا مصيبين. وفي الوقت الذي تم فيه تقديم إجازات للمشرعين في لجنتي الاستخبارات لمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، إلا أنه لم يقدم لهم أي إشارة عن نشر المعلومات حسب السيناتور الديمقراطي مارك وورنر رئيس لجنة الاستخبارات، لكنه عبر عن دعمه للسياسة لأنها تخرجهم من قوقعتهم، معتقدين أنها فعالة فيما يتعلق بحشد الدعم ومفاجأة بوتين. في مقال رأي بصحيفة لو فيغارو تحت عنوان إعادة التركيز الدبلوماسي لتركيا، قال الجيوسياسي الفرنسي رينو جيرار بعد أن تم انتقاده بسبب نشاطه العثماني الجديد في العالم العربي والإسلامي، أصبح الرئيس التركي صانع سلام في عيون العالم بأسره. أيا كانت عن رغبة روسيا في اعتبار الفشل العسكري بمثابة تنازل دبلوماسي، فإن الشيء المهم هو أن العاصمة الأوكرانية يمكن أن تتنفس الآن، وأن الكرملين تخلى عن خطته لتغيير النظام في أوكرانيا. ويبدو أن خطة الحرب الروسية تركز الآن على شرق البلاد، وتتلخص في مهاجمة خط ماجينو الأوكراني الذي تم بناؤه منذ عام 2015 ضد مناطق دونباس الانفصالية. واستبعد الكاتب تنازل الروس عن تحسين الأمن المستقبلي للجمهوريتين اللتين أعلنتا عن استقلالهما وعدم تخليهم عن غزواتهم الإقليمية الضئيلة، وهي مدينة خيرسون التي تضمن إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وميناء ماريوبول الذي سيجعل بحر آزوف بحيرة روسية، وذلك على الرغم من الخسائر التي تعرض لها الروس، إذ تحدث الرئيسان الأوكراني والروسي في يوم من الأيام مع بعضهما البعض وجها لوجه كما طالب الرئيس زيلينسكي، فمن المرجح أن يكون ذلك في مكان ما في الأراضي التركية.
ويعد ذلك نجاحا دبلوماسيا لا يمكن إنكاره بالنسبة لأردوغان، فعندما دخلت الدبابات الروسية أوكرانيا في 24 من فبراير 2022 لم يخمن أحد بأن تركيا ستصبح الموفق الرئيس في هذه الحرب بين الأشقاء من السلاف الأرثوذكس. فازت تركيا بالدور لأنها تحظى بتقدير كلا الطرفين المتحاربين في نفس الوقت، ولكن أيضا لأنها حققت إعادة تركيز دبلوماسي رائع منذ صيف عام 2020. واعتبر جيرار أن النجاحات التركية في ليبيا والانتصار التركي الأذربيجاني في سبتمبر 2020 على أرمن ناغورني كوراباخ لم يجعل الرئيس التركي في حالة استرخاء، فقد تصالح مع المصريين والإماراتيين والإسرائيليين. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن العوامل التي حالت دون تمكن الجيش الروسي من الاستيلاء على كييف أو حتى تطويقها. تعثرت الحملة العسكرية لروسيا في اليوم الأول من الغزو عندما هاجمت طائرات هليكوبتر روسية مطار هستوميل في ضواحي كييف وقوبلت بمقاومة شديدة، الأمر الذي لم يمكنها من حشد القوات الجوية اللازمة لغزو العاصمة. في اليوم التالي أرسلت روسيا قوة صغيرة إلى كييف مباشرة للإطاحة بسرعة بالحكومة الأوكرانية، لكنها لم تدرك أن القتال من أجل مدينة كبيرة مثل كييف لن يكون سهلا وسيستغرق وقتا طويلا. قال المحلل العسكري في المعهد الملكي للخدمات المتحدة نيك رينودولز إن القيادة الروسية كانت مضللة بأن أوكرانيا ستنهار عند أول بادرة للقتال، وأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيلوذ بالفرار، وهو ما اعتبره رينولدز إخفاقاً كارثياً في فهم المجتمع الأوكراني والدولة الأوكرانية. قال بعض المحللين إن الحرب كشفت عن عدم قدرة روسيا على تنسيق قواتها البرية مع المخابرات والقوة الجوية والهندسة. من جانبه قال المحلل في مؤسسة راند سكوت بوستن الذي يدرس الجيش الروسي والحرب البرية: لا أرى أي دليل حقيقي على أن روسيا قد تدربت على شن حرب مدن واسعة النطاق بعد المحاولة الأولية الكارثية للاستيلاء على كييف. لجأت روسيا إلى استراتيجية مختلفة وهي تطويقها من خلال حلقتين: الحلقة الخارجية التي بدورها ستمنع الأسلحة والإمدادات الحاسمة من الدخول، والحلقة الداخلية التي ستقوض القوات الأوكرانية وتوفر لها قاعدة صلبة لهجوم أكثر قوة. لكن الهجوم الروسي توقف دون استكمال أي من الحلقتين، ما أدى إلى الحفاظ على خطوط الإمداد الأوكرانية. وقالت الصحيفة في تقريرها إن أحد هذه العوامل هو كبر مساحة المدينة، إذ تبلغ مساحة كييف 5 أضعاف مساحة ماريوبول التي تحاول القوات الروسية الاستيلاء عليها منذ أسابيع. إلى جانب ذلك استهانت روسيا إلى حد كبير بعزم الأوكرانيين على الدفاع عن وطنهم، وأخفق جيشها المدرب على المساحات المفتوحة في التعامل مع حرب المدن وفي التنقل بين الجبهات المطلوبة لتطويق كييف. قامت السلطات الأوكرانية بجمع جثث المدنيين الذين قتلوا في مدينة بوتشا ودفنها بعد انسحاب القوات الروسية منها، وبعد استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على مدينة بوتشا بضواحي العاصمة كييف، عرضت صور التقطها صحفيون دوليون جثث 5 مدنيين في مخزن تابع لحضانة أطفال. جثث المدنيين الذين قتلوا وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم وضعتها السلطات الأوكرانية في أكياس مخصصة وأرسلتها إلى المقبرة حيث ستدفن. والآن أدعوكم لمتابعة صور الكاريكاتير.
شكراً لحسن المتابعة، أستودعكم الله.